كذا ما قاموا بالحديث عنه. بتعرف الأمريكان بيقوموا بدراسة كل الحيثيات، لكن المعطيات تلزم حقيقة كل مانح أنه يتعاطى معها بجدية متناهية، لا سيما أنه وضع هذه المدينة ومداخلها وما تكون به من تواصل مع إخواننا في 48 والمعبر التجاري شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى المنطقة الحرفية، بالإضافة للمستودعات، بالإضافة لكم أو عدد إخواننا العاملين اللي بروحوا بيجوا ليل نهار باتجاه الجانب الإسرائيلي. وبالتالي هذا الأمر يحتم التعاطي مع بعض القضايا الملحة من أجل توفير السلام العامي والتسريع في عمليات وإجراءات التواصل التجاري ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. بالتأكيد تعزيز الشراكة بين كل مؤسسات محافظة الكريم وأيضا المؤسسات الدولية وخاصة USAID اللي بنعتبرهم داعمين أساسيين لشعبنا في البنى التحتية، وهناك عديد من المشاريع اللي قدموها لهذا المجتمعنا ولشعبنا في طول كرم. واليوم في باكور مجموعة ورزمة من المشاريع سيتم افتتاحها سواء في البلدية بدائرة السير في كور بدعم من USAID، وندعو لمزيد من الدعم لشعبنا حتى تعزيز صموده أمام الاحتلال، وإحنا نتطلع إلى الدعم السياسي بالأساس حتى أنه نحقق اللي هو استقلال دولتنا الفلسطينية وبنائها بشكل بناء مؤسساتها وبناء البنى التحتية فيها. The purpose of my visit here and to visit Tulkarm is to better understand what the people and the governorates of Tulkarm need. إن هدف زيارتي إلى مدينة تولكرم لفهم أفضل احتياجات الحكوميين والمواطنين، وأنا هنا أيضا لرؤية تطور نتائج برامج المساعدات الأمريكية التي نفذت في المدينة بالتعاون مع المجتمع الفلسطيني والجهات المسؤولة هنا. لذا هذا هو الهدف من زيارتي اليوم. نحن ننظر إلى الزيارة كجزء من نقاشنا إلى تنفيذ مشاريع إضافية لمواكبة تحديات احتياجات المجتمع والبلدية. هذا هو جزء من النقاش لرؤية كيف يمكن لنا تطوير وتوسيع وتعزيز نوع من الدعم المشترك، وهذا ما نفعله بالتحديد هنا اليوم.